المسلم ليس من يستطيع أن يتكلم باللغات العربية الفصيحة، وليس من لبس الإزار واستعمل القلنسوة ولباس المسلم الجميلة، وإنما المسلم من يشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويقيم الصلاة ويعطي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وزيادة على ذلك، المسلم الصالح وجب عليه أن يكون قولا كريما ويتخلق بأخلاق حسنين أينما كان ومتى يكون، ولا يحدده في مكان خاص. وكذلك المسلم الصالح من كان مسرورا قلبه إذا رأى أخاه في سرور، ويحزن إذا رأى أخاه في مشقة، ولا بعكسه يحسده ويبغضه.